السلام عليكم. عندي مناشدة للأستاذ فالح الفياض، للشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى كل من يهم الأمر بهيئة الحشد. ابني صار له 3 سنوات يداوم لوع عاشورة بجرف الصخر، نوبات يجيبوهم للمقر مالتهم بالرجيبة ونوبات بالمقر مالتهم اللي بالجرف. فابني صار له 3 سنوات يداوم بدون راتب، ما أعرف. هو قالوا عنده رقم إداري، رقم مالي ما عنده. ليش هاي المظلومية؟ يعني أمر أي أمر مالي ما عنده، هاي صارت 3 سنوات يداوم ملتزم بالدوام، شنو ذنبه؟ أكو واحد يداوم بدون راتب؟ المسؤولين تقبلها على أولادهم يداومون بدون راتب؟ ولد ما يعني مصيره مجهول، ما أعرف، ما يعرف شنو مصيره، ومتأذي من هاي الحالة. يعني جاي يشتغل ويروح يداوم في سبيل مصاريفه، وما اعرف. هاي المناشده يوم الله ويومكم بعد انتم بعد شلون. اخو تامينه شلونك؟ السلام عليكم. هلا اخويا. انت طلعت وياي مره، انت طلعت وياي وانقطع الاتصالات وترجيتين انه المره الثانيه. هسه وليد الشي يقولوا له من ما مطينا راتب يمه؟ من ما نعطينا راتب، احنا جاي نشتغل على الامر المالي مالتك وان شاء الله تستلم. غير هذا الحكي هو ما يعرف. هذا من اللي يقول له؟ المسؤولين اللي بالمقر مالتهم مال اللواء. مال هو لواء عاشوراء؟ انا ادري من لواء عاشوراء. منو مسؤول لواء عاشوراء؟ انا رحت سويت قدمت طلب للشيخ عبد المهدي الكربلائي، ما خلوني اواجه الشيخ عبد المهدي الكربلائي. فهم قالوا لي لواء عاشوراء ما تابع لنا، فمن قالوا لي ما تابع ان طلعت لهم النموذج مالت ابني مال النزول. قلت لهم هذا النموذج مالت ابني يقرا الهيئه العامه للعتبه الحسينيه، شلون ما تابع لكم اللواء؟ فهم ظلوا يعني واحد واقف يصافن بوجه الثاني، فهم ما خلوني اواجه الشيخ عبد المهدي. ما سووا طلب وخلوني اواجه. زين هسه وليدك يمه؟ نعم. ابنك متزوج؟ لا ما متزوج. زين منين ياخذ كروه؟ منين ياكل؟ منين يشرب؟ شلون يداوم؟ ما عندنا راتب هاي الرعايه. ابو رجال كبير عمره 55 سنه وياخذ راتب من الرعايه، فهو من يجي خطيه ساعه اللي يشتغل وساعه اللي يتداين ويروح، الله شاهد. 3 سنوات؟ اي والله العظيم 3 سنوات. يجي من هناك يطلع للشغل، اما عماله اما بغير شغله، هو على حشد. شغله يطلع بيها على حشد. نعم ماشي. أنا هاي المناشدة راح أبعثها للسيد أبو فدك رئيس أركان الحشد الشابي، وإن شاء الله أبو فدك ما يقصر، لأنه 3 سنوات ولولادي يدان الكروة ويروح. يعني ما أعرف هسه قد تكون أكو قضايا إحنا ما ندري بيها، لكن مهما تكون هاي القضايا ماكو واحد يبقى 3 سنوات من غير راتب ومقاتل.